يقول فضيلة الشيخ، نسمع من بعض الناس أحيانا عند سلامهم يقولون الله بالخير، ثم يرد عليه الآخر بمرحبا، فهل قوله الله بالخير حرام أم حلال؟ وأعتقد أن قوله الله بالخير اختصارا لقول مساكم الله بالخير. نعم، هذا الاعتقاد الذي قاله السائل هو الظاهر. الإنسان يقول الله بالخير لا يريد أن الله في خير أبدا، لكن الله بالخير يعني صبحك الله بالخير. لكن نقول للذي قال الله بالخير وحذف الجملة الفعلية، نقول يا أخي ما الذي يضرك إذا قلت صبحك الله بالخير؟ تتعب؟ ما يتعب. إذن يقول صبحك الله بالخير، وهذاك يقول ولك بمثله. ولكن إذا قال صبحك الله بالخير وقال الثاني أهلا ومرحبا، هل تكفي؟ لا، لأن صبحك الله بالخير دعاء، وأهلا ومرحبا ترحيب فقط. ومع ذلك نقول للأول قولك صبحك الله بالخير لم تأتي بالسنة، قل السلام عليكم وصبحك الله بالخير إذا شئت.